اليوم، هل أحمد ياسين من بعد 21 سنة فعلية وراء القطبين رح يتحقق حلمه؟ الله يبارك فيك. أحمد عمرك 85 سنة. نعم. صحيح عمرك كبير. نعم. بس بعد في قدامك قسم من هالعمر، استثمره وعيش فيه انبسط إن شاء الله. أخطأت ولكن الإنسان خطأ. يعني أنا واحد معرض للخطأ. بحبس أخطأت. صحيح. واندمت. جيب لك قرار مهم كتير بحياتك، هذا القرار عن محكمة تخفيض العقوبات، وهذا القرار بيقول انه تم اطلاق سراح، صار فيك تفل على البيت وولادك جايين ياخدوك اليوم. نظرا لسلوكك الجيد، نظرا لوضعك الصحي الاستثنائي، ونظرا لعمرك الكبير 85 سنة واكبر سجين في لبنان، محكمة تخفيض العقوبات ببيروت عطتك قرار بإعفاء من العقوبة وإطلاق سراحك، واليوم ترجع عقانة وترجع عبيتك وترجع عائلتك وترجع عضيتك. شكرا. مشكور. يكبر قيمتك وكتر من أمثالك، بخلي لنا إياك يا رب. الله يخليك. شو بدي تشككت من هيك؟ عملت معي أكثر من اللازم. الحمد لله على السلامة. وخدمتني أكثر من اللازم. الحمد لله على السلامة. وبتشكرك وممنونة. محكمة استئناف بيروت من بعد دراسة ملف أحمد رضا ياسين أقرت بالإجماع على ضرورة إطلاق سراحه من بعد 21 سنة داخل سجن رومي المركزي. هاي بالكم إن شاء الله تطلع بخير وعافية. هاي بالكم. بعد تلقي خبر إطلاق سراحه يلي كان ناطره من سنين، توجه أحمد للقاء رفاق المصنع يلي اشتغل فيه بالأعمال الحرفية خلال كل فترة. يلي كانت تتذكر
أسباب. أول سبب وهو السبب الجوهري بحكم عمره للشخص وبحكم وضعه الصحي. يعني شخص عمره 85 سنة الله يعطيه عمر مديد، ولكن قديش بعد بده يعيش هيدا الشخص؟ هاي واحد. اثنين، مصاب بمرض عضال، وثالثاً عفى الله عما مضى والله أمر بالسماح. أنا بتمنى له شيخ روحته حياة سعيدة مع عائلته أولاً، وبهني على خروجه من السجن. أنا كتير فرحت لما عرفت أنه طلع من السجن، وإن شاء الله يقضي حياته الباقية أنه مع عائلته بالمحبة والوفاء. العائلة اللي تفرقت بحصول هالجريمة حين الوقت للم الشمل، ودقايق بسيطة بتفصلهم عن لقاء ولدهم. مقبر وينفرج عنهم مثل ما قلت أنا، إنه دفع الثمن الغلطة اللي عملوها.